مرة منورانا في مروة عبد العظيم، ومروة عاملة لنا أكلتين جداد جدا، قرنبيط أو مرة مع يعني قرنبيط ني هيتعمل، وعاملة لنا حلويات شاتو كراميل برضو حاجات جديدة. بنقولك ازيك يا مروة، اهلا نورتي وسهلا، اهلا وبصرة بيك يا يعني. مروه، منوره اه بصرة في انت الألوان منوره يا مروه الاتنين فعلا، أحمر من ميرسي بعضهم. اهلا بيكي اهلا بيكي. اتفضلي. هتعملي لنا ايه الاول بقى، تبداي بيه؟ نبدا بالقرنبيط لان الشعب المصري كله ما بيحبش القرنبيط، ليه؟ معظمه. لا ازاي، بجد انا ما قليل جدا، الجيل بتاعنا بيحبه، الاطفال انا الصغيرين ما اكلوش غير من ايد خالتي، وهي عارفه ان انا بحبه، فبتيجي كل وانا باكله من ايد حماتي عشان تبقي عارفه. فبتيجي كل، بس هي طبعا عشان هي اللي هي سامعاني. صبوحه انتي اتاخرتي عليها كتير، بقى لها شهور ما جابتليش نفسك تاكلي القرنبيط. بالفويل معمول بانيه، مش عارفه بقى، عايش بلدي، اضرب أيوة. اربعه جنب بعض واعيش حياتي، ما يهمنيش اللي بيحصل بعد كده. عشان دي الجامع مفيد. جميل جميل. لا هو مش موضوع جامع، موضوع الانتفاخ وتفريغ الانتفاخ. ليه كده؟ لا هنعرف بقى طريقه مروه اكيد. لا هو جميل، انا اتبسطت والله ان في حد يعني معظم الناس يقولوا لا مش بنحبه، واطفالنا الصغيرين مش بيحبوه عشان ريحته. انت عامله الحركات دي النهارده بقى هنعمله بدون سلق. هنجيبه نفرمه في الكبه. وما قدرنا ايه الاول؟ هنجيب قرنبيطه متوسطه. ممكن الاول لان القرنبيط مش هتنزل. قولي لنا بقى المقادير. اوكي، نجيب قرنبيطه متوسطه واتنين معلقه كبيره دقيق، اتنين معلقه كبيره بقسماط، اتنين معلقه كبيره نشا، معلقه صغيره توم باودر مجفف، معلقه صغيره بصل باودر مجفف، بهارات كركم شطه حسب الرغبه، فلفل اسود معلقه صغيره، معلقه صغيره ملح، عدد 3 بيض ابيض، اتنين معلقه كبيره بقى بقدونس مفروم، اتنين معلقه كبيره جزر مبشور للديكوريشن. يلا بس ايه بقى؟ اوكي يلا. ازاي بقى اللي بيبقى مفروم؟ يعني بتقطعيه بسكينه بس ولا بتدخليه؟ هو يعني الفكره احكي لي هذا ان المنظر، احنا ايه اللي حصل له؟ ليه مش هنسلقه؟ ليه؟ القرنبيط بيحتوي على عنصر الكبريت، ولو احنا عايزين نعرف ايه عنصر الكبريت ده بين قوسين كده عنصر الجمال. ليه؟ تقويه الشعر ولمعانه، تقويه الاظافر، بعدم تساقط الشعر، فهو عنصر الجمال. احنا بنعمل ايه كشعب مصري او كاي ست مصريه؟ بتجيبه وتحطه في الميه، كل ده راح. اعمل بالميه مصر، برافو عليكي يا مروه، كل ده راح. اعمل بالميه مصر. طب نعمل ايه؟ واحنا الشعب المصري كله شعره بيتساقط. طيب نعمل ماسك بعد كده، اللي عايز يسلق القرنبيط يعمل من الميه ماسك. جديده. حلو بالظبط، حافظ عليك. طيب بس سؤالي، وانت بتشتغلي عايزه اسالك، انت قطعتيه كده ازاي؟ بسكينه ولا بتدخليه حاجه؟ والله انا جبت الورده البيضه اللي هي بلاش العروق، الوردات البيضه ديت، وبنغسلها كويس طبعا، وبعدين نقطعها بقدر الامكان ما نشيل العروق بتاعته، وبعدين نحطه في الكبه بتاعت البصل دي، بيطلع مفروم ناعم خالص خالص خالص، ما بيبانش اصلا في ال لا ده متقطع بالسكينه حضرتك. بالسكينه يعني اللي مش عندها كبه تعمله بالسكينه. بالسكينه ممكن بقى، كله بس هياخد وقت في شويه. احنا طيب. ممكن ليه بتقولي بيضه ابيض مش احمر؟ يعني في والله ميزه؟ لا 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 لا، ولا المهم خالي من الكوليسترول يعني. طب ممكن نشتغل واحنا بنتكلم عشان ما انا عايزاه مش هعطلك يعني. وين يعني امونه هتسال اسئله مهمه بس ما تتعطليش يا مره. احنا ممكن الغذاء اليوم قرنبيط. عارفه القرنبيط يا مدام مفيده فيه ايه؟ عارفه عناصر غذائيه رهيبه. انا عايزه اقول لك في كالسيوم بالنسبه للاسنان، لسه فقره اللي قبل كده. دلوقتي ونقرا نشوف القرنبيط وفوائده ايه. وحديد يا منى. حديد، في فيتامين ا. المصريين مشكلتنا بس الانتفاخات اللي هو بيعملها، انا عشان ابقى صريحه مع بعض، وده ممكن تتحل بدواء. انت حطيتي ايه واحنا بنتكلم بقى؟ بصل باودر، توم باودر، معلقتين بقسماط. مش من بره زي ما الناس بتعمل يعني، في البيت ولا لسه في بقسماط هيبقى من بره؟ كمان معلقتين دقيق. طيب معلقتين نشا كده عشان يقرمش للاطفال. اوكي تمام. وبيكنج باودر فلفل اسود. ماشي ماشي. كزبره ناشفه. ده انت عامله بقى ده ايه ده؟ التحبيشه الحلوه. التحبيشه. بابريكا، كركم، ودي مش دي بابريكا؟ دي شطه. شطه دي ممكن بابريكا. طب انت عندك هنا ايه بقى؟ عندك
انت كنت كاتبه بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر عشان ينفش واحنا بنقليه مع النشا وكده. انا هخليك كرانشي وعندي ايه هنعمل الاكل. هي سهله جدا. سوري هنضرب، هيدوب على فكره. انت عايزه زيت عشان نحمره؟ اه. انت حاطه لبن ولا حاجه؟ هو البيض بس هو الحاجه السايله. هقول لك ليه ده ما اتسلقش، بينزل ميه شويه، فبلاش نحط لبن او حاجه علشان ما انا عايزه اعرف انت هتصبعيه ازاي. مش النار هيبقى يجيب. عارفه الطعميه؟ هي نفس الفكره. طب انا ازاي اعملها كده؟ انت هتحطيه فيه دلوقتي. بصي كده اهي الخلطه دابت خالص. هتاخدها بقى بمعلقه ولا حاجه؟ هتحط فيها زي طعميه كده. احط لك الارنبيط فيها؟ في زيت في الطاسه؟ عشان نوري كل احط الزيت بس على قد الخلطه بقى مش كده؟ اهو كده صح؟ هو كده عشان متقطع بالسكينه. معلش بقى ايه؟ خلاص كده كفايه. احط لك، عارفه لما بيتفرم في الكبه بيبقى باودر كده وينزل ميه معاه، فبيبقى العجينه حلوه وما بيبقاش مخرص كده. ممكن اعمل واحده بس وريها لكل اصدقائي وبعدين نتجه. انت حطيتي الاخضر ده ايه؟ بقدونس ده ولا ده بقدونس؟ ده بقدونس يا مروه؟ تمام. يلا مروه. البقدونس علشان الزيت دايما بيعمل حموضه. طب لو انتوا عايزين تحاولوا تعملوا حاجه حلوه انا بحاول. بيكمل القيمه الغذائيه. طيب. من الوقت طيب. 3 دقائق طبعا. فعلى المتضرر ان يلحق يعمل اي حاجه. خلاص كده. حطينا ملح. واحده وبعدين نكمل. واحده انا بقول لك بس واحده. طيب. ممكن. بس الزيت سخن؟ انا حطيته. اي هوب. ممكن مش لازم يبقى غزير ولا حاجه يا مروه. سخنه. زي طريقه الطعميه فعلا. وتتحمر طبعا الزيت مش ما شاء الله مفيده. ممكن انا اعمل لك الليله الحلو دي سهلة. خلاص طيب. احنا قولي بقى قولي مقادير الحلو وانا هشتغل لك في الليله دي. انا احب انا الحلو بقى حاجة. احنا هنعمل شاتو كراميل. طيب ده مقاديره سهله جدا لان احنا دلوقتي عايزين ست البيت تخش في نص ساعه تخلص العمليه تكون سهله جدا. هنستخدم المقادير الاول يا مروه. نعم. المقادير ايه بقى من فضلك؟ المقادير كوب لبن، كوب زيت عباد الشمس، كوب سكر باودر، كيس كريم كراميل باودر، 2 بيضه، 1 كوب دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره كيك شيف، معلقه فانيليا، وال4 معالق السكر الكراميل. تمام. هنبتدي وانا هو بقلل لكم الارنبيط. طب اللي مش عارف بقى كيك شيف يعني ايه ده بقى بيعمل ايه؟ شغلته ايه؟ لا هي موجود. بيعمل ايه يعني؟ يدي طعم ولا بيدي يعليها؟ يعليها شويه. بيبقى محسن من محسنات الخضر. انت فاكره ان هو ميه لا لا ده لسه قايلها لي الشيف محمود على الاير بيس. بيقول لي يعني بيرد عليكي. طب ما تردش عليا انا ليه يا محمود في الاير؟ عشان مكسوف يكلمك. شغال اهو. مكسوف يكلمك. ايه قولي لي اعمل لك ايه؟ خلاص احنا هنفضي كده. اهو انا بحمر اهو. حطيتي ايه يا مروه؟ كوبايه اللبن وكوبايه السكر وكوبايه الزيت. يعني سوائل مع السكر. ايوه البودر بتاع الكريم كراميل والسكر. خدي ده. ايه ده الفانيليا؟ لا خليه دلوقتي. طب ايه سريعا سريعا عشان نلحق نطلع حاجه. ايوه خليه يتضرب. وبعد ما يتضرب هنشيل كوبايه علشان نعمل بيها الصوص بتاع التزويق بتاعه. خلاص وبعدين. بس وبعد كده بعد ما نشيل الكوبايه هنحط البيضتين معاهم الفانيليا. حطي دلوقتي على طول. طيب احنا معاكي. اوكي النار واطيه شويه. انت النار واطيه؟ ما بيتحمرش. لا بيمسك من تحت بس اهو. هديله وش تاني اهو. بصي معاهم طبعا سنة. انا معاكي يا مروه وانت بتحطي قولي لنا بصوت عالي بس عشان حطيتي ايه يا مروه؟ الدقيق البيض مع الفانيليا، الدقيق مع البيكنج باودر مع الكيكشن. بس عارفه يا مروه بقى انا القرنبيط ده بنقلبهم مع بعض. لازم زي ما انت قلتي اضربه في لازم يبقى ناعم خالص. ناعم زي اللي شفناه. يعني اللي احنا عملناه ده النهارده لكن هيبقى حلو قوي لكل ست عايزه تجرب التجربه دي. اضربيه في الكب. طيب امتى هتحطي بقى الدقيق بعد ما تخلصي؟ خلاص بعد ما يتضرب بقى خلاص. طيب بنحط بقى حمرت القرنبيط وطلعته بالمنظر ده كانه بالظبط. حلو قوي على فكره مره سندوتشات. انا عايزه اشوف. بصي يا مروه. دقائق.
تسلم ايدك. تحبي؟ طيب عشان في دي بس هدوء والله مش هكسف. لا حلو قوي. حتى لو عملنا 100 دايت مش هكسف. تسلمي لي. حلو قوي. تسلم بجد. تسلمي. تسلم ايدك. ميرسي يا حبيبي. طيب الكيك بقى. الكيك خلاص بعد كده بنحط معاكي. يلا كملي. بعد كده خلاص بنحط الدقيق. نعمل ما في بوله نعمل فيها. وللاسف البوله طلعيها. خلاص مش مشكله. انت عملتي العجينه. بس على سرعه قليله بقى. ده حافظه السرعات اهي وحافظه كل حاجه. انا بس كان نفسي اعرف الكراميل. بيكنج باودر والسكر الكيتشب بس. وبعد كده بنصبها بقى. ايوه طب انت عرفتي تدوري ده ازاي كده يعني يا مروه لما ضربتي القرنبيط في الكبه بيتعمل زي الطعميه. زي الطعميه كده. زي ما بيدوروا الطعميه. بالظبط بالظبط. بالظبط اهو. طب احنا معاكي حطيتي بقى كل المقادير كلها دلوقتي على الحاجات. طبعا بنجيب القالب بتاعنا بيبقى مدهون متبطن. اعملي واحنا معاكي. بيدخل الفرن يقعد قد ايه؟ اهو ابتدى اهو يتحمر حوالي تلت ساعه مثلا ربع ساعه. حطي في الاله حراره 180 نحطها سوا انا وانتي يعني. هو زي الكيك بس بتضاف له كراميل اللي هو الباودر اللي انت حطيتيه. بالظبط. هي مش طريه شويه. ما هي كانت عايزه دقيق. هي بس كده خلاص خلاص بندخلها الفرن. وتطلع زي الصوره اللي احنا حاطينها. ايه اللي انت حطيتيه على الوش بقى خليتيه عشان تزوقي بيه اللي مدينا الشكل ده؟ الكوبايه اللي اخدناها وشيلناها علشان لما يطلع الكيك هنحطها بس بعد ما تبرد. اوكي. علشان لو حطيتيها وهي سخنه هتهبط وهتتشرب وهتعجن. مروه انا بشكرك. فميرسي جدا على الشكو طلعتيه. كله تمام ما تقلقيش. بقى لنا 4 سنين خدمه في ثانوي. بشكرك ميرسي جدا يا مروه. وانا بشكرك يا حبيبتي ونشوفكم بكره ان شاء الله. ان شاء الله. وحلقه جديده واستاذ ما فيش كده.